السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي قدامنا ده كاسة جي في سي نيفيكو، السماعة بتاعته بالعرض، ده مفتاح للفوليوم، وده اللي هو بتاع موجات الراديو، وده التون، وده بتاع المايك، ده اللي بيحول راديو كاسيت، وده شريط كاسيت. السماعة بتاعته بالعرض، الكاسيت دوت فيه اف ام واي ام واس دبليو واحد واثنين وشريط كاسيت. الكاسيت ده الموديل بتاعه 9443W 94 43W، طبعا صنع في اليابان، وان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم ونشوفه مع بعض. This cassette is JVC Nevico radio FM and AM and SW1 and SW2 super dynamic sound model 94 and 43W made in Japan. Thank you. الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق إن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إن Songs of the week. مين هيهبط مين هيصعد؟ كابتن شريف الخشاب، رؤيتك او توقعك ممكن يوصل لغايه فين في كل محمد عمر عز محمد احمد رزق الدعوي، لا سيما إذا كانت تتسم بالوسطية والاعتدال والبعد عن الجمود والشطط في الأقل. إلي ذراعا تقربت إليه، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. أشكرك. Thank you.
وبعد ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. الكاسيت ده جي في سي، الموديل بتاعه 9443 دبليو، طبعا صنع في اليابان، راديو اف ام واي ام اس دبليو، وان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. This cassette is JVC Neveco Super Dynamic Sound Radio FM and AM and SW model 94 and 43W made in Japan. Thank you.